ان انا بالاكل قبل النوم ممكن اساعد على الحفاظ على مستوى سكر الدم ثابت. ومستوى سكر الدم ثابت ده مهم جدا خصوصا لمرضى السكر، لانه مريض السكر ده وخصوصا اللي بياخد انسولين ممكن يبقى معرض ان هو يحصل له هايبوجلايسيميا او نزول في السكر اثناء الليل. يبقى انا محتاجه ان انا اخد وجبه نشويه من النشويات المعقده زي البليله مثلا، زي الفول او زي العيش الاسمر، علشان احافظ على مستوى سكر دم ثابت. طب ايه كمان؟ ان انا احافظ على النوم بتاعي.